أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا بداية أن نعرب عن تهانينا القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام. معربين عن خالص الشكر والامتنان على دعوته الكريمه لهذه القمه الاستثنائيه التي تمثل فرصه طيبه لتوثيق علاقات الصداقه التاريخيه وتكريس الشراكه الاستراتيجيه بين دولنا والولايات المتحده الامريكيه الصديقه بقياده فخامه الرئيس جو بايدن. وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنميه لكافه شعوب الشرق الاوسط بمواجهه مشتركه للتحديات التي تهدد الاستقرار الاقليمي والامن والسلم الدوليين والمصالح العالميه ان منطقه الشرق الاوسط ذات المكانه الاستراتيجيه الدوليه المهمه عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسيه وامنيه واقتصاديه صعبه وتحديات بالغه الخطوره، الامر الذي يتطلب منا تفكيرا متزنا وعميقا لكيفيه الخروج من الازمات والصراعات الدائره وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه التي لا بد من حلها بتسويه عادله ودائمه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشة السلام من أجل الازدهار التي عقدت في مملكه البحرين في عام 2019. اضافه الى ضروره التوصل الى تسويه سياسيه للازمه اليمنيه ومواصله الدعم الانساني والتنموي للشعب اليمني. ويبقى التدخل المباشر في الشؤون الداخليه للدول من ضمن اخطر التحديات القائمه اذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات، احترامًا لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، على على مواصلة الجهود المشتركة، لجعل الشرق الاوسط منطقه خاليه من اسلحه الدمار الشامل ومحاربه الارهاب والفكر المتعصب وتنظيمات المتطرفه الخارجه عن القانون ان الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي يستدعي منا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبيه لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على اهميه استمراريه عمل القوات البحريه المشتركه وتفعيل قوات واجب مشتركه اضافيه بالنظر الى دورها المحوري في حمايه الملاحه الدوليه وتامين امدادات النفط والتجاره العالميه عبر مضيق هرمز وباب المندب ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن خمسة وسبعين عاما من مملكة البحرين وعلى هذا الصعيد فإننا نؤكد على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية. بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار. ولا نقفل هنا عن ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للاسواق العالميه وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضرره تحقيقا للامن الغذائي. اننا نتطلع بكل امل وتفاؤل ان تسفر هذه القمه عن نتائج مثمره ومخرجات بناءه تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لكي يمكننا من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستقرار ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل. نسال الله ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لدولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته